لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من حصة صريح جدا. اليوم راح نشوفوا هل يحكي الأولياء الجزائريين قصص لأبنائهم قبل النوم. تابعوا معنا نشوفوا كيف تكون الإجابات. هل الأولياء الجزائريين في الوقت الحالي يحكيوا قصص للأبناء تاعهم قبل النوم كما زمان كانوا المحاجيات وكاع؟ صراحة يعني شوف يعني أنا بكري صح كنت نحكي له لوليدي هكا قصص ولكن ماشي سوفون با سوفون مي اكطويلمون لي بارون كما يقولوا الاولياء حاليا ما ظنيتش صغار وين تلقى يعني واحد يحكي حكايه ويحاجي له باش كي يجي يرقد يحكي له حكايه وكامل صغار ني الاب ني الام. ساعه تلقى الام شوف كيكونوا لي بارون انتيليكتويل ويعرفوا شغل كما يقولوا في النيفو تاعهم عالي وقراو يحكيوا لهم عادي، ولكن درك على بالك درك الهاتف النقال ولا كلنا وقتنا كل واحد في شومبرا كل واحد في جهه وكاين الحقوين اطفال يرقدوا بالرسوم المتحركه في التليفون باش الام ما يديرونجيهاش وليدها ترمي له تليفون بوغ فيك يتهنى وتعطي له تليفون يرقد به عادي. سينا ماشي كيما زمان نو تو تا شانجي وي الوقت الوقت بدل و لانفون تاني لي اوكيبي بار بار ديستراكسيون واحد اخرين انترنت بورتابل يلي طول تو اوكيبي عقلو ماشي كيما لانفون تاع بكري. بكل صراحة انت كأب اذا تحكي قصص لولادك قبل النوم ساعات ماشي دايما دي فوا يكون عيان دي فوا تغلبوا الحياة دي فوا يعاود يفيق فيعاود يفيق يولي باسكو هذه على باس لازم تحكي للذراري. احنا نعرفوا بكري كانوا المحاجيات تاع زمان إيه مازالوا هذوك المحاجيات كاين بصح نقص البورسونتاج يعني كاين بنسبه قليله. وانت واش من نوع الحكايات اللي تحكيهم لهم قصص؟ يعني هما الحكايات اللي اثروا في ذراري تكون واقعيه تكون حاجه تنصح بالك على الدين تنصح المبادئ تاع الانسان تقيس في التربيه يعني يقدر الولد يتعلم من هذا القصص. ماشي يقدر يتعلم احتمال كبير ياثروا فيه اكثر من تحكي له ماشي قصه لو كنت امره هو بالشيء هذاك ما تاثرش فيه كما القصه. بكل صراحه انت كاب اذا تحكي قصص لاولادك قبل النوم صار ما نحكي لهمش شحال لك كبير 5 سنين والصغيرة عامين 5 سنين تقدر تحكي له قصص معهم نهاوشهم بصح قصص ما نحكيش ما نكذبش من الخدمه سبور موطو تعرف شويه ما كاش الوقت كاين وقت ماشي ما كاش وقت نديهم البحر وقت تاع مقاعدين في الدار نخرجهم مي تاع ندخل للدار باش نحوس نرقد بس خدام نايا حنا بكري كنا نسمعوا بالمحاجيات تاع زمان المحاجيات يحكوهم الاجهزه الكبار كيما يما تحكي لولادي صغار تحكي مازالها تحكي لحد الان مازال تحكي شو نكذب عليك اكتوالمون ما شكيت كان زعما امبير نهضروا على لي بار تسمى الاب اون جينيرال مع دوك ولات مزيره الدنيا كذب عليك ديجا دخلت دار دي فاصون مال بنت خونسي بهم راقدين ما تلاقاش بهم كاع والله ما تلحق بهم تزيرنا دوك لا غالب دوك باش توفر لهم كاع واش يتسحقوا وتكون معاهم في نفس الوقت ما شكيتش ما ظنيتش عندنا الجمعه وين تدخل الجمعه هكذا 2 أو 3 أور دو طون تاكورديا لهم منها يخرجوا منها معاك بصح نكذب على خويا بالك ملي كانوا عندي الكبير وطفله صغيره كي كان صغير كون شويه وقت وزاد بيريود تاع الكوفيد والحجر الصحي وكل شيء كنت نوري له هكذا كنت نحكي له نوري له بون ديسيني وكل شيء بصح في الوقت الحالي والله ما كاش شوف لا بليبار تاع لي زونفون دوك سي دي زونفون ايكرون لا بليبار كاع سي بون دوك هنايا دوك شفت واحد حاكم طابلات قاعد لهنا واحد يعطي وليدو يبدا يبكي يعطي له تليفون قبل ما يرقدو تانا اوكي سي فريمون دي كونسي لازم قبل ما يرقد واحد 2 أو 3 أور ما يشوف حتى ايكرون تسمى ني تيليفيزور ني فوالا يكون تسمى سي لا بريزونس هذيك الحنانه تاع الاب والام هي اللي تخلي الولد ينمو كيما نقولوا بصحه عقليه بصح في الوقت الحاضر يا خو نهضر على روحي انا بكل صراحه والله ماني نحكي خويا على اساس ما تحكيش كاع قصص الاولاد والوقت الحالي والله ما نحكي بالك نقصر معاهم ندخل هكذا مي باش نحكي له قصه قبل ما يرقد نشوفها في ليفين ليفين برك والله ليفين برك ما نحكيش انا صراحه ما نحكيش صح مشاغل ونهار صراحة يعني ما كاش قال لي زعما هكذا يحكي لوليده قبل ما يرقد ما في وقتنا 2024
قلال. بكل صراحة إذا تحكي قصص لولادك للأبناء تاعك قبل النوم. ما نحكيش. نعرف بكري كانوا موالينا ولا ناس زمان يقول لك كاين المحاجيات ويحجات والبقالات راحت هذيك راحت والله راحت الوقت تجي الاشياء بخدمه يما هما تقصر معاهم كذا منا تدخل القصص راحت ما كاينش قصص بارك الله فيك تدخل عيام الخدمه منا يا تدخل ديك تحوس ترقد هذا ما كاينش الوقت يعني دوكا صعيبه باش دير وقت لوليدك وتحكي له قصص ايه باينه دوكا ولات الخدمه ولات لا شارج من ايام ما كاش الوقت ما يحكيلكش باباك ولا ماماك ما يحكيولكش قصص قبل ما ترقد ما يحكيليش باباك تحكي لي ماما باباك خدام يجي حتى الليل ومشغول نروح طالع مع الخدمه ما كاش كيف ما كاش الوقت بكل صراحه هل تحكي قصص يعني قبل النوم لولادك ما نحكيليش بصح نقصر يعني نلعب معاه نفدو هكذا في السماء هكا ولا ما نحكيش معه نحكيو على المحاجيات تاع زمان مازالهم في الوقت الحالي كاين انا عندي المرات تاعي تحكي معه تاع انا ما نحكيش معه باباك وماماك اذا يحكيوا لك قصص قبل النوم نو لا جامي نو باباك وماماك اذا يحكيوا لك قصص قبل النوم يحكوا لي مين داك وانت تحبي يحكيوا لك ولا لا مين داك نحب شنو من القصص اللي يعجبوك وتحبي تسمعيهم من عند باباك وماما؟ نحب نسمع الحكاية تاع التورا وبزاف فايز واسمك؟ رزقي الله يبارك رزقي باباك يحكي لك قصص قبل النوم قبل ما ترقد ايه وش من القصص يحكي لك؟ ما يحكي ليش ما يحكي لك؟ لا وعلى قلت لي يحكي لي؟ جام يحكي لك قصة هكا؟ لا وانت تحب يحكي لك قصص هو يكون يخدم وانا تكون رايح نرقد يعني يكون عيان هو وإذا هو يجي انا يصيبني راقد تيجي